في هذه المرحلة وأجيب على بعض الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم عمر من جبر الخيمة. مرحبا بك يا أم عمر. أنا والدتي متوفية بقالها يجي 12 يوم كده، وجت لعمها في المنام يعني زعلانة أو حاجة على أساس إن يعني عليها فلوس أو حاجة. نعم. هو مش عارف يبلغنا أو يقول لنا هو شاف إيه في المنام. فإحنا مش عارفين. احنا اللي احنا كنا عارفينه وعملناه. نعم. ايه بقى اللي احنا عاوزين نعرفه اللي عليها علشان نقدر نشجع عشان ما تبقاش تعبانه؟ طيب يعني اذا كان اذا كنتوا تعرفوا ان عليها ديون بادروا بسداد هذه الديون. عملناها والحمد لله. طيب. تاني يوم اذا ما كنتوش عرف سددتوا الديون اكثروا لها من الصدقه والدعاء، واسال الله عز وجل ان يرحمها رحمه واسعه. يعني هل هي هتتحاسب عليهم يعني ولا ايه؟ لا، هي على الديون فقط، ما دمت سددتوا الديون لا شيء عليها باذن الله، وربنا يرحمها ويتجاوز عنها.